تعرضت أنا لعملية تنظير، وعلى أثر عملية تنظير صنعي تحسس، على أثر صنعي قصور كلوي والتهاب بالكبد. جرثومي بالدم نسبته وصلت تقريبا شي 69% نسبة الجرثومي، وعلى أثر هالمشاكل اللي صارت معي دخلت العناية المشددة. محمد فتح شهابي من منطقة الباب، عمري 26 سنة. أسباب المرض قرحة بالمعدة، هي أسباب المرض المعدي. الأطباء كان كل طبيب له رأي شكل، هاي الحكي بالنسبة هون لمنطقتنا. بالنسبة للدواء أخذت أدوية كثير، أخذت إبر بس ما كان في إفادة فيه أبدا أبدا، يعني أكثر الأحيان كانت الإبر أو الحبوب هي عبارة عن مسكن بس. أنا انتقلت من تركت الأدوية السورية، الأدوية الوطنية، وانتقلت للأدوية الأجنبية. هي أول ما رحت على مشفى دواء، أنا أخذت معي كيس الدواء اللي كنت عم بستعمله، شافه الطبيب وقف لي الأدوية كلياتها، قال لي هذا الدواء كله ممنوع تاخده أنت. أعطاني نوعين حب، صرت أستعملن، حباي الصبح حباي المساء، وحب يعني 3 مرات باليوم. ارتحت على الأدوية كتير، يعني نوعين حب غنوني عن تقريبا شي 10 أنواع حب، 7 أنواع حب تقريبا، وارتحت على هالدواء كتير. بالعلم كان نوعين حب بس، يعني كنت عم بستعمله، في فرق كبير طبعا، ورأيت علاج عليها. محمد فاتح بشابي معنا عبر سكايب الآن من مدينة الباب. مساء الخير محمد. مساء الخيرات. بدي أفهم منك أكثر تجربتك مع الدواء المحلي، وهل كان في مضاعفات معينة تسبب لك فيها؟ بالنسبة للدواء المحلي هو اللي كان الضرر علي كبداية، صارت معي مشكلة بالنسبة للإبرة بالتخدير العام. شو المشكلة بالضبط؟ المشكلة هي ارتفعت عندي السي ار بي، صار معي قصور كلوي من أثر هالإبرة. الإبرة كانت منتهية الصلاحية، وبعض الأجسام يعني بتكون الإبرة منتهية الصلاحية، بعض الأجسام تتأثر بعض الأجسام ما بتتأثر. طبعا هذا بالنسبة لكلام الأطباء. دكتور محمود، تابعت حالة محمد فاتح؟ تابعت حالة محمد فاتح. محمد فاتح اجينا كان معه قرحة بالمعدة، قرحة غير منتقبة، كان ما شاء الله عليه كان جيب لنا معه كيس دواء على مشفى دواء، اللي هي الأدوية اللي عم ياخذها، اللي هي الأدوية اللي عم ياخذها بسوريا. الطبيب الجراح اللي عمل له التنظير، الأدوية اللي كان عم بيستخدمها يعني ما في يعني المريض موش التنظير هذا اللي على التنظير بين عليه إنه المريض يعني إنه ما مستفيد شيء على الأدوية هي، ما عرفت كيف. وبتبقى لتاني يوم هذا الشيء كمان عم بيسبب سوء تخزين بالدواء، وقت عم يتمرر تاني يوم وبيمر على الماكينات عم ينزل للسوق فعاليته صفر. مع حضرتك تشتغلي بالمجال؟ اشتغلت بمعمل فترة بسوريا؟ أيوة. حتى صفت المفروض يطلعوا الأطباء اللي يكونوا مشرفين على الطبخة ما عم يبقوا موجودين ولا على التراكيب والمواد الأولية. العمال هي اللي عم تحطها وهي اللي عم تحضرها للماكينات، وبيشتغلوا هنا العمال، ما عاد في أطباء تطلع تشرف على هذا الموضوع. هذا الحكي إمتى؟ من قبل 2011 لبعد؟ لا، بعد 2011. بال 2016 2017 ما في يعني عناية بموضوع؟ لا أبدا، ما في. المعمل كله بإيدين العمال فقط، أما أطباء مشرفين أخصائيين ما في. فيكي تذكري اسم المعمل؟ لا. طيب أوكي، شكرا لك على كل حال.